باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته الملان كل اوان الى ظهر الدهور كلها امين. لكم جزء من سفر الملوك الاول اصحاح 19. وكان كلام الرب إليه يقول: مالك هنا يا إيليا؟ فقال: قد غرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقبوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها. فقال: اخرج وقف على الجبل امام الرب، قف على الجبل امام الرب، واذ بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة قد شقت الجبال وكسرت الصخور امام الرب، ولم يكن الرب في الريح، وبعد الريح زلزلة ولم يكن الرب في الزلزلة، وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب في النار، وبعد النار صوت منخفض خفيف. فلما سمع إلي لف وجهه بردائه وخرج ووقف في باب المغارة، وإذا بصوت إليه يقول: مالك هنا يا إيليا؟ فقال: غرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها. فقال له الرب: اذهب راجعا في طريقك الى برية دمشق، وادخل وامسح حزائيل ملكا على ارام، وامسح ياهو ابن نمشي ملكا على اسرائيل، وامسح اليشع ابن شافات من ابل محول نبيا عوضا عنك. والسبح لالهنا دائما ابدين امين. وصار صوت هدوء عظيم، يذكرنا كمان بالحادثة اللي انا قلتها لكم بتاعت إيليا اللي كلكم عارفينها. ربنا دايما بيتكلم معانا بهدوء، رغم ان هو قوي وجبار بس بيتكلم معانا بهدوء. في طرق كتيرة ممكن ربنا يتكلم فيها معانا بس بيكلمنا بهدوء. ربنا العالي الكبير ده بيكلمني بهدوء. طب انت مش هادية ليه؟ هتقول اصلك ما تعرفش الضغوط اللي انا فيها والتعب والتجارب. طب ولما تزعقي يعني ولما تخضبي هتحل حاجة؟ خليكي هادية، خليكي هادية. ما انا لحم ودم، ما انا عليا تعب كتير، وهو مش حاسس، ولا هم اذا كانوا عيالك مش دريانين، ولا المشاكل، ولا اللي بيعملوه. الهدوء آية رائعة ياريت تحفظوها، اشعياء 30:15. حد عارفها؟ هي في منتهى الروعة. بالرجوع والسكون تخلصون، وبالهدوء والطمأنينة قوتكم. بالرجوع والسكون تخلصون. الرجوع يعني ايه الرجوع؟ يعني ارجع في وقت كده ما تيجي تغضب، ارجعي كده لنفسك احسن تكون انت السبب في الثورة دي اللي فلان او فلانة ضدك، انت السبب وربنا هيحاسبك. ارجعي كده
هتلاقي ان ممكن حصل منك حاجات هي اللي سببت العثرات وسببت الغضب الشديد اللي حاصل ده. نرجع بالملامة على نفسينا. نحكي لكم حاجات على المستوى الشخصي. انا في بيتي وانا زوج ولي عيال في كل مرة بعترف انا في كل مرة غضبت فيها وعلي صوت لسه كان امبارح كل مرة حصل كده. لما اجي ارجع كده النفس ايه ده طب ما كانت ممكن تتحل الموضوع بهدوء. يعني هو ايه حصل؟ طب معلش اللي فاد الابن الضال لحظة هدوء. عارفين على عود الصليب كان في الاول بيعمل ايه؟ عمال يعير ويتكلم زي اللص اليمين زي اللص الشمال لص اليمين زي الشمال. او بالمناسبة في ساعات يقولون وانتوا جبتوها منين حكم الارثوذكس دول بتوع تقاليع يعني جبتوا منين بقى اللص اليمين لص يمين لص شمال. ما دي برضو من ضمن الحاجات اللي عاوزة ايه هدوء. يا ما في مشاكل بيننا وبين بعضينا احنا كلنا مسيحيين احنا كلنا في الهوى سوا. لما تلاقي حد بروتستانت ولا حد كاثوليك وعماله احنا بالهدوء لان احنا عارفين مش غرور ولا حاجة ده تاريخ ده تاريخ. ارجعوا لكتب التاريخ الكنيسة الارثوذكسية معروفة فانتوا بمنتهى الهدوء تعرفوا تردوا بهدوء ردوا ما تعرفوش اهو حالكوا هيرد. ده يجي حد يدخل دير من الاديرة ده اكبر رد على العراقة والقيمة الروحية للكنيسة الارثوذكسية من غير تشنج ومن غير اللي يروح هناك لا حل ولا بركة ولا يتناول ولا وانتم مش عارفين قيمة اللي انتوا فيه. ده قيمة اللي احنا فيه اللي يروح ولا يجي ولا يعمل روح واجري وشوفه مش هتلاقي احلى من هنا. بس انت لما نكون احنا عارفين واحنا عايشين واحنا مختبرين امي دي ولا ستي دي ولا اختي دي ولا زوجتي دي ولا اخويا ده اللي بالاخلاق دي يا بملاك. ببص لما يروح الكنيسة ببص لما يتكلم على القديسين ببص وهو صايم ببص وهي متناولة. مرة زوج جالي قال لي كده صدقوني قال لي على اليوم اللي بتروحوا الكنيسة قول يا رب استر ولا اليوم اللي تتناوله تبقى جاية راكبها الشياطين كلها. ايه ده بقول لكم بامانة. الله فين الهدوء؟ رايحة الكنيسة وجاية من الكنيسة ومعمل لكم اجتماع اسم الصليب يعني وعمالين تسقفين ده بينعكس عليكم في ايه؟ ما هو يبان بقى في وقت الشدة وقت ما هو جاي مغبر ومعفر وقت ما هي تفتري عليك ولا تضايقك ولا تقول فين الهدوء؟ فين؟ فين ده؟ ما هي انا بنسمع عظات وانا فين؟ فين؟ واحد مرة بيخدم في الكنيسة البروتستانت. حلوة الناس حلوة الناس اللي بتخاف ربنا حلوة الناس اللي بتخاف ربنا اللي بتدور على ربنا. مش ربنا بيقول هتكون رعية واحدة لراع واحد مش ده وعده؟ يعني ايه؟ يعني هنتجمع هتبقى رعية واحدة خلاص هتتجمع. يا بخت الانسان اللي يجمع. الانسان اللي يجمع هو انسان اصيل مش يجمع. يقول لك ما فيش داعي بقى تتكلم عن الاسرار
مفيش داعي بقى وحكاية صوم واعتراف وبتاع، خلاص كلنا في المسيح نجمع نجمع. ايوه بس نجمع بالاصول. نجمع يعني اسيب حاجات انا اتربيت عليها وعشت بيها وشفت بركتها واختبرتها وبتاع، اقول لك خلاص خلاص نجمع بس. لا، بالاصول. زي الخادم ده البروتستانت، الرجل اللي عنده مخافة ربنا، قعد كده يتكلم وكانوا طالعين خلوة وقعدوا 3 ايام ويبحثوا في الكتاب المقدس و الى اخر. عارفين في الاخر قال ايه؟ علشان خاطر بيخاف ربنا وربنا لمس، قال عارفين كل اللي احنا عملناه، ايه رأيكم؟ والخلوات والتأملات ودرس الكتاب دي حاجة جميلة. قال ده كله يحققه لك حضور قداس روحاني في الكنيسة الارثوذكسية. ده واحد ايه؟ ده واحد بروتستانت بس يخاف الله، وحدث هدوء عظيم وكل المؤتمر اللي معه. لا انت يعني جبت لنا تعب 3 ايام وتأمل في دراسة الكتاب وا تختصرهم في الساعتين 3 بتاع القداس. بالروح فعلا الله. وانا بقول لكم على حاجة بحكي معاكم ولا حاجة انتوا عايشينها؟ فعلا مفيش اروع من قداس روحاني الواحد يحضره، تأمل كده حلو في انجيل القداس ونحضر ده في السماء في السماء. انا عاوز حاجة تاني؟ احنا بقى بنساعد على كده ولا بص اللي تحرق واللي تبرك واللي شرطة ساعده؟ ده انتوا وانتم بتحضروا في الكنيسة انتم خدام زيكم زي ابونا اللي بيصل، وابونا اللي بيصلي بيخرج ويقول تحليل الخدام، يقول عبيدك يا رب خدام هذا اليوم. مين خدام هذا اليوم؟ القمامسة والقسوس والشمامسة والاكليروس وكل الشعب. الله، انت خدام؟ طبعا انت خدام. لما اجي ادخل كده الكنيسة وصار هدوءا عظيما، انا جاي بقى افكار واللي قالت واللي عادت واللي عمل واللي سوى، اجي ادخل كده وبص الاقي الهدوء اللي في الكنيسة، روحانية الصلاة، حتى الالحان. يا ويل الشماس ولا المعلم اللي يفضل بقى متعاجب بصوته وشوية شو كده وحركات، يا ويلو يا ويلو. الأنبى دي من الله ينيح نفسه، قال حناجرهم تفتح لهم أبواب جهنم. يبقى عمال يقول هكنيات وعمال يقول فاتح أبواب جهنم، لأنك أنت بتدور على نفسك، بتدور ازاي تعلف صوتك، بتدور فين الميكروفون محطوط قصاد مين. هو ده اللي شغلك. علشان كده احباء، علشان كده خليكوا انت. ده انا ممكن ابقى قسيس مش هادي، اتحرك كتير، اجي ابص على واحدة كده واقفة بهدوء وبص اتعلم منها. ايه ده الروحانية دي؟ ايه ده؟ واسمع ربنا بيقول لي بص وتعلم. اجي كده معدي بالشروة الاقي واحدة اللي واقفة بشربها كده وعاملة زي الملاك وصلواتها، اقول لي بص وتعلم بص وتعلم. وصار هدوءا عظيما جوايا، مشحون وعمال، ما انا برضه بني ادم. صار هدوءا عظيما. فالمؤتمر واللي حصل وكله هتعمله لي في القداس. طبعا القداس ده اكتر حاجه تعلمنا الهدوء،
اكتر حاجة تخلينا نسلم كل امورنا كده فيه، بنقول له دي انت الحمل، دي انت الذبيح. النص الشمال مع اليمين عمالين يخبطوا يخبطوا يخبطوا، وفي وسط ده السيد المسيح له كل المجد. يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وصار هدوءا عليما. لص اليمين قعد كده بينه وبين نفسه في لحظة الهدوء دي، ايه ده؟ ايه اللي بيغفر وايه اللي ما انت كده؟ في وسط تلطيش وخبط وضرب، انا يمكن قصة حكيتها لكم لان متأثر بيها، وكانت واحدة بتعترف عند الله ينايح نفسها، راحت السماء وجوزها الله يرحمه. في وسط تلطيش وضرب وخبط مش قادرة تستحمل، فبصت لصورة المسيح اللي بتتلطش قصاده. مش قادرة، هي ما اتكلمتش، قالت بعينيها بدموع عينيها مش قادرة. الخبط جامد هو طول بعرض، وهي زي الحمامة كده وعمال يخبط ويرزع، وجي يرفع ايده وايده اتشلت مكانها كده. دي قصة بقول لكم، واحدة بتعترف عندي حصل، مش بحكي لكم فيلم. لا، لسه في ناس بتخاف ربنا، ولسه في ناس بصلواتها ايد الشر تتشل وتقف مكانها. لسه في زي ما سمعتوا 7000 ركبة لم تكسوا بعد لبعض. انتم نسيتوا، عشان كده البيوت خربانة، وبنفضل نبص يا رب يا رب الناس تفوق. ايه ده؟ الناس هتفوق امتى؟ عيالك هيضيعوا، احفادك اللي بيشوفوكي. يا ست استحملي، يا ست ارجعي لربنا، يا ست تقول احنا عملنا كتير وغلطنا في حق ربنا. خلي الحكاية تتصلح. الناس مش عايزة تفوق، الناس مش عايزة تفوق، الناس مش عايزة تتعلم. في ناس كده، في ناس بتتحمل كده. ايوة، وربنا بيعمل ايه معاها؟ مستني ومتأني، يا رب اعمل حاجة اشتغل في وقتي. انا مش هشتغل في وقتك، انا ليا الوقت اللي انا بشتغل بيه. اشتغل يا رب في اي وقت، اشتغل في اي وقت يا رب. دايما بتشتغل بشكل صح، ودايما طريقتك الصح، وانا اللي عليا ان ارجع واسكن واهدى واشوف عملك هتعمل ايه. ربنا ده كبير قوي. ست وهي بتتلطش وقفت وبصت بدموع عينيها ليسوع، ايده اتوقفت، قعد يزيد في الشتيمه. ما هو كان بيلطش ويشتم، ما بقاش قادر يلطش، ايده اتشلت، انما لسانه لا لسه شغال، وقعد يسب ويلع. انت بتدقي عليا، انت بتقول، وهي ساكته لحد ما اللسان ده قال لها طب سامحيني، انت قريبة لربنا كده؟ ايوة قريبة، مش علشان انا ساكتة انا ضعيفة، انا قوية واقدر ارد عليك، انا قوية بربنا واقدر ارد عليك، بس مش برد عليك عشان البيت والعيال، وعشانك انت، انا اللي عارفاك انت بتعمل ايه وبتغلط ازاي ومتحملة. وربنا اشتغل معاها، قال لها طب خليه سامحني، وانا اوعدك ان انا
من النهاردة هبقى انسان جديد وهعترف. انت مش كنت عاوزان اعترف؟ هعترف وهروح. وكان الانبا مينا رئيس دير مارينينا الله يناح نفسه عايش، وراح معاها وبصوت عالي اعترف قصاد كل الناس انا عملت كذا وكذا، ومراتي دي هي السبب وهي اللي رجعتني. سيدنا صلى له حل وتناول لحد ما ربنا افتكر. ايه ده؟ دي واحدة عارفة يعني ايه قوة ربنا اللي بتشتغل في الهدوء. اديكم شايفين ريح شديدة، ربنا ده ريح يكسر الجبل والصخور، انما مش طريقته. الزلزال اللي كان في سنة 92 الناس كانوا بينزلوا ما يلبسوش، حتى كانوا بينزلوا شبه عريانين هربانين. زلزلة وربنا مش نار، الهنا نار اكله ربنا يجي تعالى. والصوت منخفض خفيف، مالك هنا ليه؟ انت زعلانه ليه؟ ربنا بيقول لك انت زعلانه ليه؟ احللك كل المواضيع، المواضيع تتحل، بس ارجعي لنفسك شوف الغلط كان من فين، ممكن البداية من عندك. زي ما كان ايليا في الموقف ده الغلط من ناحيته، طبعا يبدو ان ايليا بعد الموقف بتاع انبياء البعل واللي حصل حس بيه، حس بنفسه، عشان كده قال قتل انبياءك هدم مذابحك وبقيت انا ايه؟ انا انت وحدك؟ لا انت وحدك؟ لا في ناس بيفتكروا فيش حد، الغلب اللي انا شايفاه ده حد شايفه؟ لا بص فلانه وبص علاه، ادي البيوت بتاعتهم وابو عيالهم وبصوا قاعدين ازاي، ده انا الواحد من ساعة ما ولدوني في الهم حطوني عيني عليه. تفضلي بقى والشيطان يغذيك في الحتة دي قوي، وبعدين تدوري على نمر في الموبايل امين يساعدك على الطبطبة على نفسك، اختي صديقتي، انما تيجي واحدة تخاف ربنا تروح مدياكي كلمتين تصيب الجرح والعطب اللي فيكي وصار هدوءا عظيما، يا اما تستفيدي منها يا اما تقولي مش هعرفها بقى. انا خليني، ما انا عندي حلوين كتار، طب خليكي في الحلوين كتير اللي وراكي دول ودوكي في داهيه، لان الكتاب بيقول أمينة هي جراح المحب وغاشة هي قبلات العدو. ممكن يبقى كلام صادم، انما هو ده اللي يفيد. ممكن كلمة تجرح لكن هتشرح وتوضح وتفرح. اوعوا تجاملوا بعض في الشر، لما يكون مين حد بيغلط، لا انا ممكن اكون اب كاهن ليا اخطاء والناس بقى اعملها، معلش بقى وابونا وهذا زي بعض ونطبطب عليه، وممكن اعمل حركة كده ولا كلمة كده زي بعض بقى ما ابونا بركة، تلاقي كبر في السن معلش ده. ها وبعدين تيجي واحدة تخاف ربنا، تخاف ربنا، ايه ده يا ابونا؟ ده انت ابوي، ده انت سورة المسيح. وصار هدوءا عظيما، كل اللي فاتوا دول غلط، هي دي اللي صح، من غير ما تفضح، من غير ما تجيب سيرة ابونا، بس هي بالمسيح اللي فيها كلمتين تصيب الجرح والعطب اللي موجود، يرجع
ابونا بالرجوع والسكون والهدوء، بس تلاقي الامور اتغيرت. اوعي اوعي، خليكوا صوت ربنا، صوت ربنا واضح مهم جدا. الهدوء يساعدنا ان احنا ناخد القرار الصح. وانت مغليانه وتعبانه مش ممكن تشوف يا ربنا خالص. بيدوا مثل، انتوا ستات بيوت عارفين لما تحط ميه تغلي ممكن تشوف فيها شكلك ابدا. لازم الميه ايه الفقاقيع دي تهدى وبعدين تقدر تشوف. لازم تهدي عشان تشوف يا ربنا، انما وانت مغليانه مش هتشوف يا ربنا ابدا. اهدي، اهدي عشان تاخدي القرار مظبوط. اهدي علشان خاطر اللي قصادك اللي هيك دوا هيتكسر قصاد هدوءك. اهدي لان انت محتاجة تفكري بينك وبين نفسك، فهتلاقي ان في امور كتيرة انت مدانة عليها امام الله. اهدي لان الصوت العالي اسمعها كويس اوي، ودي انا هختم بها الكلام معاكم. اهدي اهدي لان الصوت العالي عورة. وصلت؟ بس مفيش داعي ان انا افسر اكتر من كده. الصوت العالي بتاعك كنت ست عورة. اختم لكم بقى بقصة وربنا يديكوا الهدوء والطمأنينة وتكونوا سبب بركة يا رب. القصة دي في بنت، بنت حلوة اتسأل عليها، جه الولد سألنا الدكتور حلو، جه سأل ابونا ايه رأيك في البنت دي، البنت زي الفل عنده تعترف من زمان، يعني نروح؟ روح يا حبيبي، حددوا معاد وعلشان خاطر يروح. وهم طالعين سامعين صوت عالي، طالعين مع السلم، الاب والام معاهم الولد العريس، سامعين صوت عالي. كل ما يقربوا للبيت الصوت بايه بيوضح اكتر اكتر. راح الاب قال له هنا يا بابا شقة رقم كذا، قال هنا الصوت ده من هنا، هو ده البيت اللي انا هدخل علشان خاطر اخد حد ليك من هنا. يلا هات يلا للخلف دور ونزل. ياه، والبنت كانت حلوه فعلا، سمعها صوتها عالي وابوها بنفس الطريقه. صوت ايه ده؟ ايه ده؟ خلي بالكم الحق اللي فيكم يظهر بهدوء. كنيستكم حلوه قوي، تظهر في هدوءكم جمال الاسرار بتاعه الكنيسه والروحانيه والصوم والصلاه والقديسين والشفاعه. تدينا هدوء فتخلي الناس تحب حضورك في القداس بالطريقه الهاديه الحلوه. بركه لابونا واخونا واختنا، وبركه حتى للناس اللي بيجوا يحضروا في المناسبات. يا سلام على المناسبات، سواء في الجنازات ولا في الافراح، بيلاقوا ايه؟ ما يسر قلبهم يعني علشان يتكلموا علينا ويطعنوا فينا، ولهم حق. الهدوء ابونا حلو، الشمامسه والمعلمين الشعب، ايه الهدوء والجمال ده؟ وصار هدوء عظيم والناس تبتدي تراجع نفسها. الله، ايه ده؟ هم عندهم الحلاوه دي كلها؟ ويضم الرب للكنيسه كل يوم الذين يخلصون. في بيتك مهما كان الافطاره والعيال والردود، هدوء في ممارستك للاسرار. تخش على ابونا كده بتعترف بمنتهى الوقار والهدوء، تبقي سبب بركه، بتسيبي له رساله، انت صوره المسيح. انا كنت قاعده مع المسيح النهارده، ان شاء الله انا لا اعرف المسيح ولا حاجه،
مهمة قوي قوي، بالرجوع والسكون خلاصكم، بالهدوء والطمأنينة قوتكم. ربنا يحفظكم ويجعلكم سبب بركة لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.